هم حطوها تحت ضغوط نفسية يعني قاسية فاستغلوا ظروفها وإضرابها يعني وحالتها وضعها الصحي فحطوها تحت الأمر الواقع وما بصير ولا أي اتفاق بدون علمنا إحنا. نحن في حركة الجهاد الإسلامي نعم سنستقبل الأسيرة المحررة الأسيرة المجاهدة هناء الشلبي في قطاع غزة، ولكن نحن في حركة الجهاد الإسلامي حقيقة نرفض سياسة الإبعاد ونعتبر سياسة الإبعاد جريمة حرب ترتكب بحق الشعب الفلسطيني.